نجم كبير احمد بدير، اصلا وجودك تكريم للمهرجان. حبيبي ربنا يخليك، ميرسي لذوقك، ربنا يخليك. حابب تقول عن مهرجان همسة وخصوصا وسط عدد كبير كده من اصحابك الفنانين ونجوم، شايف مين فيهم؟ فرصه ان الواحد يشوفهم عشان في ناس ما اشتغلتش معاهم بقى لهم مده، فكويس ان احنا نلتقي هنا. مهرجان همسة فعلا له قيمه، وده التاسع، يعني يمكن جيت مرتين قبل كده، وده شرف ليا وفخور بهذا التكريم، وده هيديني برضو دافع وطاقة اكتر ان انا طالما ان في العمر باقي الواحد يؤدي اقصى ما يستطيع عشان يسعد الناس اللي بتسعد. طبعا المداح كل الناس عايزة جزء تاني، وقلت انه هيبقى في جزء تاني. مع الاسف لو في جزء تاني انا مش فيه، لان مت في الجزء الاول. لا بس عادي، ممكن يبقى لك برضه خلفيات او لا، برضه بيبقى بيحصل والله. لا الحمد لله، لا كمسلسل ناجح. انا كنت سعيد بالتجربه مع حمد هلال، الحقيقه بعتبره ممثل رائع، يعني بالاضافه لكونه مطرب حساس وجميل وانا بحب صوته، بس لا امتعني بالتمثيل كمان. يمكن لاحظنا بقى حاجه، في مشكله كده في مسلسلات رمضان السنه دي، ان الاخوات كلهم كانوا سم وكانوا مش حلوين. يعني هالي خفاجه وخلى ابوه خلى ما يحضرش برضه جنازه ابوه. العيال مش متربيه صدقني، العيال مش متربيه، ولو ممثل متربي ما كانش عامل الدور. عايزين نعرف منك كمان، في شائعه رخمه طلعت كده عليك، وبنتك حتى قالت هترد عليها بقسوه كمان، شوف الشائعه دي ازاي والناس اللي بتطلعها هتقول. انا وانا جاي دلوقتي لسه قاري اتنين، واحده في العنايه وواحده توكل. اصل مش السوشيال ميديا هي اللي هتموت انسان وتحيي انسان، او تتكلم عنه كويس او وحش، فتبقى هي الحكم. وبعدين يعني الاعمار دي بيد الله سبحانه وتعالى، يا رب يحسن ختامنا بس، والواحد يبقى كويس في حياته. صحه، عايزين بس تحضر الحاجه الجديده قريب ان شاء الله.